عشان نعمل ده انا هاجي هضغط على البوزيشن عشان اجيب البوزيشن. تمام، يفضل نبقى في فريم 0. يفضل هاجي على البارتكلز وهاجي على البوزيشن بتاع الاميتر، مش بوزيشن اللاير، بوزيشن الاميتر، واعمل الت، اضغط على الت وكليك على الستوب واتش. تمام، خلي بالك انه ده رساله بيقول لك ان هو عمل ديسيبل للبريفيو لغايه ما تخلص انت الكلام ده. لو خدت بالك بقى تلاقي عمل لك دول بالاحمر، معنى كده ان هما هيتقفلوا او هيتربطوا بحاجه تانية، او حاجه تانية هي اللي هتتحكم فيهم. في بيك ويب تانية اهي، البيك ويب دي بتربط بارامتر ببارامتر، فهناخد البيك ويب دي ونطلع فوق 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 لغايه ما ناخد نقف، ما تجيش هنا، تقف على الخاصيه نفسها، ما تجيش تقف هنا او هنا او هنا، تقف على البوزيشن وتسيب. هتلاقي راح كاتب لك الاكسبريشن، انت ما تعملش اي حاجه، اضغط انتر او اضغط في اي مكان فاضي. تمام، بالشكل ده هو ربط اهي البارتكلز بدات تطلع اهي. بص 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 بص، طالعه منين؟ طالعه من عند المكان اللي فيه النص. طيب نعدل بقى الدنيا، طبعا عامل سولو عشان ما حدش يقول هي سودا ليه، هي مش سودا ولا حاجه، هي الفا، انا عامل سولو. تمام، هنعدل كام حاجه. اولا حجم البارتكلز حجمها كبير، فانا هنزل تحت في عندي حاجه اسمها بارتكل، هنفتح بارتكل، من بارتكل عندي حاجه اسمها لايف بير سكند، يعني كل دفعه من البارتكلز اللي هم كام، اللي هم ال100 دول هياخدوا قد ايه على ما ينتهوا ويطلع اللي بعدهم، هياخد 3 ثواني. انا عندي الكومبوزيشن تقريبا حوالي 10 ثواني، فانا هقول له خلي دول يقعدوا بتاع 5 ثواني عشان يبقى في بارتكلز بزياده عندي في السيب. تمام، هنا نوع البارتكل، انا عايز سفير زي ما هي، الفيذر اللي هو النعومه اللي في الاطراف دي لو انا قللتها هتبقى حاده جدا، لكن انا عايزها مش ناعمه قوي كمان. تمام، سايز هو ده اللي انا عايزه، سايز بتاع دي انا عايزه تقريبا 2. تمام، ممكن 2 كتير، يمكن 1 تبقى. تمام، هنا سايز راندوم، راندوم يعني هيعمل راندومايزيشن، لو رفعت كده هلاقي بارتكلز كبيره بارتكلز صغيره. طب هي كانت عامله زي الشرار، الشرار ده جه منين؟ من موشن بلر. لو رحت البارتكلز، طبعا الموشن بلر مش موجود، السوكت بتاعه هنا، لو عملنا F4 هنلاقي هنا اهو، شايفين الكام كوره اللي ورا بعض دول اهو، موشن بلر اهو، هكليك اعلم عليه، ولازم عشان ده يشتغل ان انا اعلم على الماستر سويتش بتاعه، بدات تاخد شكل يعني الشرذ زي ما احنا شايفين. ممكن اخد ده شويه كده، مش قوي الفيزر ده، مش قوي، والسايز هيبقى 0.5 حاجه صغيره كده. طبعا زي ما احنا شايفين طالع من النل، وبادئ كمان من قبل النل، بس هو بدا مع دخله النل، طبعا عايزه يبقى بادئ من بدري، حتى من قبل النل ما يدخل. لو احنا رحنا هنا تحت شويه، حاجه اسمها emission extras، لو فتحنا emission extras في عندي حاجه اسمها pre run، لو انا زودتها كده فهيخلي فيه بارتكلز من قبل السين ما تبدا، طبعا ممكن اقول له 100% فهيطلع لي 100 بارتكل، فانا كفايه عليا 50 قوي، كفايه جدا، ولو عملنا 0 هلاقيهم طالعين بالشكل ده. طبعا لو انت عايزهم بطاء كده الدنيا تمام، خلي بالك شفت، لو انت خدت بالك هو انتر اكتف مع الكاميرا بتلف، هو هيلف معايا وده هيديني افكت ظريف جدا لغايه ما يجي النار بالشكل ده. تمام، طبعا في نقطه ان هي لسه طالعه زي الكور، ما خدتش شكل الشرذ او الشرار، يمكن ده راجع لان انا رافع قوي السايز راندوم، فانا هقلل سايز راندوم شويه، يمكن اخليه 0.2 وارفع السايز راندوم. تمام، بس هنا الفيزر ده هخليه 0، مش عايز فيزر. حاجه كمان ممكن اقول له دي 0.3 بأظرف،
تمام. وفي حاجه تانية ممكن تبقى تحلل الموضوع عن كده، انا ممكن ما اشتغلش بالموشن بلر ده. لو رحنا البارتيكولر في ريندرنج لو فتحناها هو نفسه في الموشن بلر بتاعه، لو فتحنا الموشن بلر ده هنلاقي هنا بيقول لي انت عايز تشتغل على مين، على الكومب سيتنج يعني اللي انت هتعمله هنا لو انت عملت ده وعملت ده، ولا على بتاعه هو. انا اشتغل على بتاعه هو، اقول له اون. هو جامد احسن من الكومب 50 مره ده، تمام. هنا بقى الطيب بتاعه لو انت زودت الطيب، لو انت خليته صف فريم سامبلنج هيبقى احلى، بس هياخد وقت شويه، فلو لقيته تقل معاك ولو رفعت الليفل هيبقى احلى واحلى كمان، تمام. هنا دي المهمه قوي، لان لو خدنا بالنا لما السايز قل تحس ان الاوباسيتي راحت، تمام. فانا هخلي ده لينير، وبوست اوباسيتي لو احنا عملناها واحد، بصوا كده الاوباسيتي رجعت. فدي فايده من فوائد الموشن بلر. تمام كل ده زي الفل، بس انا اولا واضح هنا ان انا محتاج ان السرعه تبقى اكتر من كده، فهطلع فوق خالص. في عندي حاجه اسمها الفيلوسيتي اللي هي السرعه، لو رفعت الفيلوسيتي دي شويه هي سريعه جدا فعلا اهي. الكاميرا بتلف جامد قوي، فانا وادي الاميتر جميل. عايز اقلل الفيلوسيتي شويه لانها سريعه جدا، ارفعها فوق ال100 بحاجه بسيطه. النقطه الثانيه عايز ازود البارتكلز، خليهم بتاع 200. الاهم من ده عايز ارفع البريران زيرو بالظبط كده، يبقى عندي فيه شويه بارتكلز في السين ومعقولين. وفي حاجه بقى كمان، ان انا عايز طبعا الباشا ده لما ده هيخش هنا كده، انا مش عايزه يبدا يطلع بارتكلز على طول، لا يعني انا عايزه هو هيجي لحد هنا، يجي من هنا كده بعد ما يقف هاجي عند البارتكلز وهعمل كي فريم للبارتكل بير سكند، هطلع بس 1 2 3 فريمات واقول له زيرو، ما تطلعش بارتكلز تاني، انا فعلا مش عايز بارتكلز تاني. بالظبط كده. ممكن اخلي بقى ايه الدنيا عشان تقعد معايا شويه، انا ممكن ارفع اللايف بير سكند بحيث ان هم يفضلوا في السين مده اطول، تمام بالشكل ده كده. وممكن اطلع يو واخد الكي فريم الاخير ده واحطه هنا كده بحيث ان هو ينتهي مع نهاية السين، تمام. دي حاجة. عندنا بقى في شوية حاجات حلوة تانية اللي هي ايه، الكالر. لو ضغطنا على الكالر انا عايز الكالر المنظر ده، لو بارتكلاية جت فوق بارتكلاية تانية في حالة زي دي مثلا، تمام كده هقول له يبقى البلند مود بقى زي ما انتم شايفين هتنور، يعني لونها هيفتح لو بارتكل جت فوق بارتكل. طب ده كده تمام. امالت دي انا مش عارف ظروفها ايه، بس هي مش هتخلي فيه اسود، يعني انا عارف امالت دي مش هتخلي فيه اسود. نروح بعد كده على هنا سي بي يو ولا على جي بي يو، افتكر على سي بي يو اضرب من جي بي يو، ساعات في حاجات ما ترندرهاش. هنا البارتكل اماونت اقصى عدد يترندر، فانا ممكن ارفعه، ودي خاصيه جديده على فكره، تمام زي مالتي بلاير كده. شايفين الافكت بالكاميرا شكله تحفه. في بقى حاجه، افرض انا مش عايزه تطلع من بوينت تبقى مفقوسه قوي كده خلاص، ممكن ان انا اخليها بدل ما هي بوينت تطلع من بوكس
معنى كده ان له، بصوا كده هيبقى له ابعاد، يعني لو احنا جينا شفنا المتر سايز، المتر سايز ممكن ازود المتر، فتبقى هي انت ما تعرفش هي طالعه منين، يعني انت هتلاقيها هي جايه اهي في بارتكلز في الستين بس ما تعرفش هي طالعه منين. بس مع البوكس احنا محتاجين نزود العدد قوي، لان البوكس زي ما انت شايف لما كبر بداوا يختفوا، يعني لو انا شلت دول انا مش شايف خلاص. ما تنساش ان العدد احنا حاطين له كي فريم، فانا هرجع لورا هنا كده وازود العدد شويه بالظبط عشان يبان. لو لقيت الدنيا تقيله معاك في البارتيكولر قلل العدد مش مشكله، والبوكس ده هقلله شويتين بالشكل ده كده تمام. ده كده زي الفل. نرجع هنا بس نعمل سولو، ده كده العدد بتاعي كده تمام. العدد كتير جدا على فكرة. اوب كنترول زد يو كتير. افتكر كده كويس، واحنا قللنا كمان المساحة بتاعت البوكس، السين عندنا صغيرة أصلا فكانت المساحة دي كبيرة قوي. لو جينا عملنا كده تمام. هي أنا كان همي بس إنها ما تبقاش طالعة من بوينت، يعني أنت كده أنت مش عارف المنبع فين تمام بالمنظر ده. جميل. نيجي بقى هنا للحاجة الحلوة في الفيزيكس سيكشن. في جرافيتي، أنا مش عايز جرافيتي، جرافيتي يشدهم تحت يطلعهم فوق تمام. نيجي للاير. في الاير بقى انت كأن دول في هوا، فانا عايز الاير اقول له والله انت تأثر عليهم بسرعة، بمعنى خلي بالك بارتيكولر بياخد وقت ثانية واحدة على ما كل الافكتس دي تشتغل، فانا عايز اقول له لا عايزك 1.2 تمام. دي حاجة طبعا مفيش حاجة حصلت لان انا لسه ما عملتش اي حاجة خالص. هنا ممكن نقول له spin amplitude، وده يخلي البارتكلز تلف في حوالين بعض، يعني لو جينا نبص كده هنلاقي الحركة، بصوا بقى فيها عشوائية وده مطلوب. بعد كده في wind، لو انت عايز تزقهم في اتجاه معين، ده رياح، ممكن اقول له في اتجاه واي، ف اهو كده واي، يبقى انا كده بزق الويند، بزقهم لفوق في اتجاه زد كده، انا بزقهم لجوه السين كده، انا بزقهم عندنا، بس انا عايز اخدهم على يميني شويه بحيث كانهم عارفين جايين في وش، ايوه في وش الكاميرا. جميل. بس كل بارتكاليه طالعه شايفين واقفه، شايفين واقفه في مكانها، لا بتروح لا يمين ولا شمال، وده مش صح. فهنيجي للتربولانس فيلد. في التربولنس انا اقول له افكت بوزيشن، خلي الهواء ده ياثر على البوزيشن، هزود اهو كده بقى هتبدا كل بارتكلايه تروح، وطبعا الفيد ان تايم هيبقى برضو قليل عشان تاثر عليهم بسرعه. بالشكل ده. النقطه الثانيه والمهمه قوي حاجه اسمها الايفولوشن سبيد، عشان مش عايزهم يتحركوا زي المجانين كده، بدل ما بدل ما 50 هخليها 5. تمام. ما اعرفش ده ايه. المتر اوسع شوية. لو عملنا انسول
خليها بدل من اول هنا وطلعنا قدام. هلا بدأ كده تمام. نيجي على البارتكلز ونحط جلو. جميل. طبعا الراديوس هيعلى شويه. ثريشولد هيقل. هنعلي الراديوس حبه. يمكن الثريشولد هيقل كمان خالص. هيقل قوي. تمام. ده هيبقى زيرو. وده نرجع واحد. بس افتكر ريديوس. لا ريديوس انا عايز اقلله بالظبط. دخل ريديوس اصلا قليل وثريشولد برضو قليل. بس ده بقى بيقل. وده هخليه A و B colors كده مثلا. تمام. خليه واحد وريديوس واتوس A B بيبقى احسن. والريديوس يقل شوية. الثريشولد زيرو. افتكر بقى الانتنستي مش عارف حاسس انها في اوريجينال كانت احسن. واحد والريديوس. الريديوس على فكره لو عالي سنه هيعمل زي بلر كده. فانا عشان كده هخلي الريديوس قليل. تمام. احنا ممكن نعمل اف 4 ونخلي بلند مود اللاير دي بقات. تمام. وافتكر ان احنا لو عملنا يو ورحنا لده في البارتكل العدد افتكر كبير. افتكر 300 اظرف واحسن كتير جدا من الأول. جميل. جميل جدا جدا. تمام. حلو قوي. بس هنا بقى بما اننا تخلصنا من حتة البوينت فانا هشيل اخر كيفرين. انا عايز الشرار يفضل لغاية الاخر. تمام. بالمنظر ده. الحاجة الاخيرة بقى ان احنا عايزين نحط فلير عشان الدنيا كلها تبقى منورة. خصوصا الجزء اللي ورا ده. كنترول واي وهنسميه باك فلير. وهاخده ورا خالص. تمام. وهحط اوبتيكال فليرز هنا. يمكن ده مش عارف انا هختار له ايه بصراحة. بس حاجة زي بتبقى ظريفة. مش عارف لو غيرنا الكالر حاجة كده. بحب اخليها دايما دي ساتوريتد شوية لان بيبقى الدنيا اهدى. وفي الروتيشن اوفست ممكن اعمل روتيشن اوفست كده مثلا. حلو. ونشوف الانيميشن هتبقى عامله ازاي. على فكره ده انا ممكن اخليه يتحرك تبعا لحركه الكاميرا. انا بفضل احطه في الجنب هنا كده. بس عشان يتحرك طبعا لحركة الكاميرا انا برضو للمرة التانية انا مش عارف مكان البتاع ده فين. تمام. اقرب حاجة ممكن اجيبه بيها اللايت اللي فوق ده.
اللايت ده. لو انا رحت كده لللايت ده الباك لايت وعملت بي هجيب البوزيشن. قول يا سيدي ده سالب 40 عشان انا اعرف افتكر، وسالب 120 و400. احنا بنتكلم سالب 40 سالب 120 و400. هقول لكم ده ليه. هنروح هنا السورس تايب 2D. 2D يعني هيبقى زي ما هو كده، لكن انا عايز اقوله 3D عشان يقرا حركه الكاميرا. تمام، هقول لك طبعا طار. تمام، نيجي هنا بقى بوزيشن اكس واي زد سالب 40 اهو بدا يجي، وهنا سالب 120، وزد هيبقى على 400. بالمنظر ده انا اهو هو هنا، انا لو جبته كده تمام. انا عايز اطلع للتوب فيو شوف هو فين بالظبط. ده هو ورا. هو فعلا ورا في التوب فيو، واضح ان هو ان انا حاطه ورا ورا الكاميرا. افتكر ان هو كده يبقى قدام الكاميرا. المفروض يظهر كده يظهر. طب ما احنا تاني اشوف البوزيشن واضغط بي سالب 40 سالب 120 400. طيب ده لو احنا عملنا كده مثلا يعني. تمام، وجيت اشوف ده فين. افتكر السكيل بتاعه كبير، فانا هصغر السكيل شوية واشوف الهوت سبوت بتاعته فين. طب في حاجة تانية، في ان انا اقول له تراك لايتس. تراك لايتس يعني هيروح يلزق مكان اي لايت، بس انا عايز اقول له لا تراك لايتس بس اللي بيبدأ بحرف البي، على اعتبار ان هو يروح للباك لايت. هقول له ما تستخدمش لايت انتنسيتي، وما تستخدمش السكيل من اللايت، ولا تستخدم الكلر. انا عايزه زي ما هو كده، بس انا عايزك تاخد المكان بس من اللايت. طبعا هو بالمنظر ده هو لو انا جيت عملت هنا 0 0، لا دي 100، دي الاكسترا بوينت بتاعته، وده اللايت اللي هو راح مسك فيه. لو خدنا اللايت ده وجبناه كده اهو، ونزلنا اللايت ده كده سنه، ريحنا دماغنا، هو كده مسك في الارض. ماشي، افتكر السكيل بقى ممكن نكبره عليه خالص، وكده ريحنا دماغنا من المشكله. تمام، هو كده مسك في اللايت، لانه واضح ان البوزيشن ده مختلف تماما عن بوزيشنال افتر افكت. في بلجنز بنقول عليها ليها سبيس تانية او فضاء تاني او حسابات تانية غير الافتر، انما بالشكل ده هو ماسك في السين بتاعته اهي. تمام، ويمكن كمان عايز اعمل له انيميت، وعايز كمان اخلي دي بزيرو
او اخليها سنة بسيطة كده تمام، وانزل تمام. عايز اشوف في الاخر هو فين، لان في الاخر انا عايزه قريب من السين، فانا هعمل اللايت ده انيميشن، هكي فريم البوزيشن وهاخد ده لتحت شوية واخده لإكس شوية واخده على زد شوية لحد لغاية ما اجيبه في طرف السين بتاعي هنا. اوب، يبقى هو عايز يجي على زد ويجي على اكس. هو كده جه تحت السوليد ال اللي فوق. طب انا اريح دماغي واحط ورا التكست بلوك دي وخلاص، بس كده انضف واحسن. بس ناخد دي كده ونعدل بس مكان ال مكان الكي فريم. انا هشيل ده لان ده اللي اتعمل بالغلط، وهعدل بس مكان الكي فريم ده يبقى هنا كده. وارجع هنا عشان اشوف انا ممكن احركه فين. هو مكانه في الاول ممكن يبقى هنا، ولو مشيت قدام مكانه تمام، وممكن مكانه هنا برضو يترفع لفوق عشان ما يلغيش الحاجات دي. يعني انا بحاول احركه بعيد عن انه يلغي الافكتات اللي انا عملتها اصلا. كده تمام، فاضل بس حاجة ان انا هاجي هنا واخلي السكيل بتاعه وليكن 60، هيبقى اظرف كتير قوي واحسن كتير من الاول. نرجع لورا وهنحط كمان واحد كنترول دي، وده هنسميه الفرونت، وهعمل يو مفيش كي فريمات، هقول له ريسيت. وما ننساش البلند مود بتاع الاتنين هتبقى اد، وده كمان هيبقى اد تمام. الفرونت ده هيبقى فوق الكل اصلا تمام، وده مش هيبقى 3D، ده بس انا هحطه هنا تحت كده. وهروح للايت، وعايز لايت يكون فيه جلو بس مش اكتر من كده. حاجه زي دي مثلا هتنفع والارض، بس انا مش عايز الحاجات دي. الحاجات دي اسمها مالتي ايريسز، انا هسيب النقط الرفيعه دي لك وده تمام، لكن الحاجات دي هي اللي هشيلها واقوم عامله كده. بس هو ده اللي انا محتاجه، احطه بعيد. ممكن اكبر السكيل بتاعه سنه، وهعمل هنا حاجه اسمها فليكرنج، هفتح الفليكر وهخليه ايده يطفي. فدي السبيد، هايده يطفي بسرعه قد ايه، وده الاماونت هيطفي لغايه فين ويرجع ل 100 تاني. لو احنا عملنا سولو ده وجيت اوريه هنلاقيه بالشكل ده كده. افتكر السرعه بزياده شويه، ممكن نخليها 15 ونلاقيه بالشكل ده تمام. لو فتحنا دي كده ممكن نعمله انيميشن بسيط خالص. لو رحنا للبوزيشن حتى لو يدوي تمام، وهروح كده مثلا او عند هنا كده، واجيبه مثلا هنا تمام. خطرت لي فكرة كويسة جدا، واجيبه مثلا هنا كده وكده.
ونيجي هنا كده او في الاخر خالص ونيجي تحت. طبعا كيرفس هيتغير، كيرفس هنسحب الساتوريشن دي تحت، كولر بالانس مظبوط، والدنيا بتاعتنا كلها كده تمام. ممكن نعمل حاجة كمان، هعمل كنترول واي ودي هنسميها او اف اوبتيكال فلير تاني برضو، بس هقول لكم تظبط.